النمسا تثني على عمليات الترحيل الألمانية إلى أفغانستان. كارني هاما يستبعد التحالف مع هربرت كيكل بسبب نظرية المؤامرة. وزارة الداخلية النمساوية تفتح تحقيقات بعد تقرير RTL حول حركة الهوية. وكتاب جديد يكشف تزايد تأثير الإسلام المحافظ كمشكلة في المدارس. معدل التضخم يسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات. وأخيراً الشرطة النمساوية تحاول إخلاء مبنى يقطنه لاجئين في فيينا. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل النشرة، أعادت الحكومة الألمانية 28 مداناً أفغانياً إلى كابول، وأعلن كل من المستشار النمساوي ووزير الداخلية عن استعداد النمسا لاتباع الخطوات نفسها قريبا، مشيرا إلى أنه كان يدعو لترحيل المجرمين منذ عامين. وكجزء من العملية تم تسليم كل مرحل مبلغ 1000 يورو قبل رحلته، وتأتي هذه الخطوة بعد هجوم شخص سوري بسكين في زيولينجن أسفر عن مقتل 3 أشخاص، مما أثار نقاشات حول الترحيل. وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر عن خطط مماثلة للترحيل إلى سوريا وأفغانستان في إطار حزمة قوانين جديدة تشدد إجراءات اللجوء. أعلن المستشار النمساوي كارني هاما رئيس حزب الشعب إيفوبي رفضه تشكيل تحالف مع زعيم حزب الحرية FBÖ هربرت كيكل بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، واصفا كيكل بأنه منظر مؤامرة. وأكد نهاما أنه يسعى لتحقيق الاستقرار وتقديم أولويات حزبه، مثل مراقبة خدمات الرسائل الفورية وتخفيض الضرائب. كما استبعد نهاما إمكانية التحالف مع حزب الخضر، وانتقد وزيرة البيئة لينورا جيفيسلر. ودافع عن الانفاق الحكومي خلال جائحة كورونا، وأكد على ضرورة تحسين الكفاءة المالية وتقليل الدعم المباشر لتخفيف العبء على الميزانية. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن بدء تحقيقات بعد تقرير بثته قناة RTL الألمانية يكشف عن تصريحات متطرفة تقلل من شأن المحرقة الهولوكوست وتحرض على العنف صدرت من أعضاء في حركة الهوية. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ستشمل عدة أشخاص بتهم قد تتعلق بالتحريض أو انتهاك قانون حظر النازية. التقرير الذي تم إعداده بشكل سري تضمن مشاهد من احتفالية في فيينا وتصريحات تدعو إلى إعادة مذبحة سبرانيتشا التي ذهب ضحيتها أكثر من 8000 مسلم، حيث أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة من الأحزاب السياسية في النمسا، حيث أدان البعض هذه التصريحات بينما أصر حزب الحرية على موقفه الداعم لحركة الهوية. صدر كتاب جديد يسلط الضوء على تزايد تأثير الإسلام المحافظ في المدارس النمساوية، محذرا من تصاعد الكراهية والتنمر بين الطلاب. وعرض الكاتب كريستيان كلار مدير إحدى مدارس فيينا وعضو في حزب الشعب في كتابه ما الذي يحدث في مدارسنا أمثلة مقلقة عن إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب وتنمر المسلمين على غير المسلمين. وأعرب ممثل المعلمين عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مطالبين بتعزيز قيم الديمقراطية في المدارس. كما دعا هنريش هيمر مرشح الحزب الاشتراكي إلى ضرورة تعزيز التكامل لحماية الأطفال من التطرف. أعلنت هيئة الإحصاء النمساوية أن معدل التضخم في النمسا انخفض في أغسطس إلى 2.4%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021 بعد أن كان 2.9% في يوليو. وأشارت التقديرات إلى أن الأسعار تراجعت بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، مع انخفاض أسعار الوقود وزيت التدفئة كأبرز العوامل المؤثرة. أما مؤشر أسعار المستهلكين المنسق
المستخدم للمقارنات الأوروبية فقد سجل تضخما بنسبة 2.5% في أغسطس بتراجع 0.1% عن يوليو. وعلق المدير العام لهيئة الإحصاء النمساوية توبياس توماس قائلا: لم يعد التضخم في النمسا يبتعد سوى 0.4 نقطة مئوية عن هدف البنك المركزي الأوروبي. تمكن المحامي جريجور كلاما من إيقاف عملية إخلاء مبنى في فيينا بالحي 20 يقطنه حوالي 50 عائلة لاجئة من سوريا والعراق، وذلك بعد تعرضهم لعملية احتيال جماعي، حيث كان المبنى سابقا مكاتب تابعة لوكالة العمل النمساوية AMS. وقام عشرات من رجال الشرطة النمساوية المدعومة بالكلاب إضافة لرجال الإطفاء بمحاصرة المبنى والطلب من جميع سكانه إخلائه خلال ساعتين، ورغم وزعم أحد السكان أن هناك قرار محكمة بإبقاء السكان حتى نهاية العام بسبب وجود إجراء قضائي، لكن أصرت الحكومة الشرطة على الإخلاء القسري مما أدى لمشادة كلامية بين السكان والشرطة، وقد تمكن كلاما من إيقاف الإخلاء حتى اكتمال الإجراءات القضائية المستمرة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.